السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم بنينا فلوغ. اليوم ان شاء الله يا ربي غنحضر معكم قريشلات ولا فقيقسات اللي كيجيو مالحين، مكونات بساط، داكشي اللي متواجد عندكم في الدار وكيجيو رائعين في المذاق، كيجيو مقرمشين. كنتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي 200 غرام ديال الطحين فورس ديال الحلوه، وعندي ملحه حسب الذوق، نص معلقه صغيره هريسه، وشويه ديال الثومه بودره، وشويه ديال البزار. عندي هنا معلقه صغيره سكر سنيده باش كتعطينا اللون والقرمشه، معلقه صغيره ديال الموتارد، نص معلقه ديال الزبده فرماج مربع، ونص معلقه ديال ماتيشه الحك، وشويه ديال فرماج احمر اللي محكوك. كنضيف مكونات كاملين، كنضيف واحد اصفر بيضاء اللي تكون صغيره باش ما يجيوناش بقيقسات ديالنا هشاش بزاف، حنا بغينا تجي ديك القرمشه. وكنضيف شويه ديال الزعتر اللي دقيته لهذا الشكل هذا، ومعلقه كبيره ديال الزيت البلديه. صافي كنضيف المكونات كاملين، وكنرمل هاد العجينه هاد الطحين كنرملو مزيان، ومن بعد كنجمعو بالحليب اللي هو بارد. صافي من بعد العجينه كنجمعها ما كنعركهاش باش كتبقى محافظه لنا على الشكل ديال الفقيقسات، ما كيصغروش معانا. يعني كنجمعها هكا وكنلويها في السلوفان وكنخليها ترتاح واحد 10 دقائق عاد تنطلقها. صافي من بعد ما كترتاح العجينه ديالي كنطلقها بشويه ديال الطحين، ما نديرش طحين بزاف. صافي كنقسمها هكا على جوج، بالنسبه لهاد النص هذا غادي ندير منه جوج كيلات. صافي كنطلقها هكا بالطابع هذا اللي مدور، كنطبعهم وكناخذ طابع واحد اخر اللي كبر منه وكنطبع هكا. صافي من بعد كنجيب ابيض بيض وكندهنهم، ومن بعد كنزين بفرماج احمر اللي محكوك بهذه الطريقه. من بعد كندير شويه ديال السانوش، وكندير حبه الشاد، وشي شويه ديال الزنجلان ابيض. يعني بالنسبه للتزيين كيبقى ديما اختياري. بالنسبه للشكل الثاني كناخذ هذاك الطابع اللي كبر منه كنطبعهم بهذه الطريقه هذه، وصافي كندهنهم بيض البيض، وكندير نوازيت هكا حبه في الوسط، وكنجمعهم بهذه الطريقه هذه، وكندير شي شويه ديال الفرماج هنا، كنحاول نحلهم باش كياخذوا داك الشكل ديالهم بهذه الطريقه. صافي هكا بغيتو ديروهم فرماج، بغيتو تخليهم عي هكاك خليهم عي هكاك. انا النص غادي ندير لهم فرماج، والنص غنخليهم عي هكاك، وندير لهم شي شويه ديال السانوج وشو شويه ديال الزنجلان الابيض. صافي كنستمر هكا حتى كنسال. بالنسبه للشكل الثالث كنقطعهم هكا بجراره اللي يكونوا متساويين، يكونوا قد قد مربعات، ومن بعد كنتنيها بهذه الطريقه هذه، وكندير لوزه كنغطسها في بيض البيض باش تثبت لي مزيان، وكنقصها على هذا الشكل هذا بهذه الطريقه. بالنسبه للشكل الرابع كنطبع عاوتاني بهذا الطابع هذا، وكندير في هذا الطبيسلان ديال السانوج والزنجلان البيض وحب الرشاد،
كنخلطهم هكا بالطريقه، ومن بعد كندهنهم بابيض البيض مزيان باش كيهزوا لي مزيان هذوك السانوج والزنجلان صافي. وكن نبرك عليهم بالطريقه باش كيعطيوني هذا الشكل. هذا بالنسبه للشكيلات، كديروا شكيلات زعما اللي يناسبكم، كتزينوا اي بالزنجلان اللي عندكم، اي الزنجلان العادي يعني كيبقى داكشي اختياري. المهم هو العجينه، يعني العجينه كتجي بنينه وتزين كيبقى اختيار صافي. كنستمر هكا حتى كنسال. بالنسبه للفران انا عندي سخون على 150 درجه، كندخلهم شعل عمل لتحت و حتى كيطيبوا مزيان عاد تشعل عليهم من الفوق عافيه مهيله باش كياخذوا لنا اللون زوين وكيجيونا مقرمشين. هذا هما الشكيلات ديالي بالنسبه لهاد العجينه اللي بقات لي، قطعتها على هذا الشكل هذا ودرت لها سانوج وزنجلان الابيض. وهذا هو الشكل النهائي ديال القريشلات ديالنا اللي كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو في مذاق رائعين وكيجيو في شكل زوينين وكيوجدوا بسرعه، يعني ما كيطلبوش منا بزاف ديال الوقت. كنتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى اللي مازال ما تابوناش معايا تابونا معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد ديالي، وما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير زوينين ديالكم. شكرا لكم، ديختكم عليا، الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.